بالتأكيد كثيرون منكم وخاصة المصريين يعرفون من هذه السيدة على هذه الشاشة خلفي شاشة ترندنج. إنها الممثلة المصرية حورية فرغلي التي لعبت أدوار البطولة في أفلام مثل قلب الأسد والقشاش ومسلسلات كالمنتقم وساحرة الجنوب. معرفة الجمهور بهذه الحورية لأول مرة كان عندما فازت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2002، لكن ربما الكثيرين لا يعرفون أن حورية لديها عشق آخر إلى جانب التمثيل. ذلك العشق يتمثل بالفروسية، حيث مارستها بشكل احترافي وشاركت في العديد من المسابقات والبطولات العربية والعالمية. فازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001. آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل مملكة الغجر مع الفنانة فيفي عبده في عام 2019. لكن البعض استغرب من ملامح حورية في المسلسل، حيث ازداد الحديث عن أنها قد أجرت عملية تجميل على وجهها. لكن في الحقيقة تعرضت حورية فرغلي لحادث أثناء ركوبها الخيل منذ بضعة سنوات، مما اضطرها لإجراء سلسلة عمليات في أنفها. في مقابلة مع جريدة اليوم السابع مؤخرا، قالت الممثلة المصرية إنها فقدت حاستي الشم والتذوق منذ الحادث وإنها تعاني كثيرا. مش شكل مش تجميل، أنا بحاول أصلح إني أستطع من الأكل وأشم الريح، لأني أنا بقالي 4 سنين لا بعرف أنا باكل إيه ولا بشتري. لو حصل احتياط ما أعرفش مسمى الشيء احتياط. فعندي مشكلة كبيرة قوي، ومفيش وكل دكتور يبوظ لي حاجة، وده أثر على صوتي. ومبقتش عارفة أعمل إيه، ورحت إنجلترا ورحت فرنسا ورحت بلاد كتير قوي، فمفيش غير واحد بس هو اللي عملها لي، وده في أمريكا. ده موضوع كورونا، فمفيش السفارات كلها قافلة. قالت حورية إنها تعرضت للكثير من التنمر والإساءة بعدما تغيرت ملامحها، وكان واضحا من نبرة حديثها أن الأمر قد أحزنها كثيرا. أنا عمري في حياتي ما عملت تجميل زي ما بيقولوا، واللي بيقول عليا تجميل واللي بيشتم في شكلي واللي بيقول كلام جارح، أنا في الآخر ما عملتش حاجة غلط، ودي كانت حادثة. يعني يا ريت يفكروا قبل ما يكتبوا لي كلام جارح، أنا في الآخر بنت ما عملتش حاجة غلط وما حاولتش أغير في شكلي، أنا حاولت أصلح حاجة كسرت. بعد حديثها في الإعلام أصبحت حورية من الترندات الرئيسية في وسائل التواصل في مصر، تضمن الكثيرون معها هذه عينة من التعليقات تقول: مروة مش ذنبك اللي حصل معاكي، كل الناس بيحصل معها حوادث، وانت كممثلة جميلة وناجحة جدا وكلنا بنحب تمثيلك وشخصيتك. أما هنا مرام فتقول لها: كثيرا ما عانت بحياتها من سقوطها من الخيل وكسر أنفها وعمليات متسلسلة فاشلة إلى وفاة خطيبها قبل الزواج منها بيوم إلى استئصال رحمها، والحين يتنمرون على شكلها كثير من البشر وحوش. أما جوري تقول: الله يجبر بخاطرها ويصبرها على ابتلائها يا رب، لازم تخرج من الأزمة النفسية بأسرع وقت وتساعد نفسها، لأنها من غير ما تدرك قاعدة بتزيد أزمتها بالعزلة والزعل المفرط. الحياة مكملة ولازم تستقوي وتكمل. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.